عاملين هنايا احتجاجيه على هذا المعمل ما عاتكملش الخدمه، حيت عاملين لنا الميزان، حنا داك الميزان ما مسلكناش، ومن الاخر ما عاتكملش، حيت كلشي كيطالب ان الميزان ما يبقاش، وهو باغي هذا الميزان ضد باش يجري على الناس القدامين واللي مساكن ما كيشوفوش وكبروا في العمر ديالو، واول حاجه ما كيدفعش بالضمان الاجتماعي، شنو اخر جد، وما كايناش التغطيه الصحيه، بزاف د الحوايج ما كاينش، المهم القانون هنايا ما كاينش، القانون الداخلي من برا الله الله ومن داخل علم الله. ما كانتش كاينه، كان عندنا ميزان واحد اللي هو معروف عند كلشي، دابا زادوا لنا ميزان ثاني باش يقاولبونا، حنايا كيلو كنبقاو في 3 ساعات، واش من نيتو؟ كيلو في 3 ساعات، ما كنضحك ما نضرنيش، كيلو في 3 ساعات، وملي عملنا الميزان شحال عندها بلوها 6 ساعات باش يطلع هو رابح، والناس اللي كبار ساكن يجري عليهم، فين غيمشيو؟ ما كايناش الساعة، ما كايناش الساعة، فوقاش ما بغيتيهاش؟ نعمد الحرية اخي. كدبوشي عليك فوقاش ما جيتي انت انا خدامه تقول لك انا ديالك اجي تقول لك انا ديالك شي فحالك شي فحال شنو كنخدموا كنخدموا القمر قمرون قشر حط في الطاطا كيتصدرنا على برا ولا علم الله فين كيتصدر شوفوا ما شنو كيعملوا به المهم حنايا كنخدموا له هنايا اللي كيطلبوا منا كندير والحقره ما نساوهاش الحقره الوقاقف كتهضر معاهم كيدفعوا فيه كتمشي تهضر مع الوقاقف تقول لها هذه كتقول لك ماشي شغلي انا ما عندي حتى دخل الشركة كاملة في طنجة هي اللي ما عندهاش الحقوق نهائيا الشركة الشطون عندها الحقوق عندها الكونجي عندها البريم عندها الأقدمية إلا هذا المعمل هذا كروفيت 30 درهم 40 درهم ديالاش عاد كنخدموا 3 أيام في السيمانة كتجيبها من كورونا 3 أيام 4 أيام ديالاش باش كطالبوا حنا كنطالبوا خصنا الكونجي ديالنا الأقدمية البريمة ديالنا كلشي من هذوك الناس السيرفيس خدامين بالقانون ديالهم الشركة وحدة وحنا مفروزين علاش؟ علاش الحقرة علاش؟ كتخدموا بلا حقوق بلا حقوق مهضومين لا تفتشية تجي تفتش فينا في هاد العمال كاملين كاين المرأة كبيرة عندها 80 سنة وهي باقا مسكينة تخدم هنايا لا تقاعد لا والو جوج ريالات دايرنا شنو هي دايرنا؟ جوج ريالات واش هولندا الدول الأوروبية كتخدم بهاد الثمن هذا؟ اليد هزيله مره اليد العامله مره انا كنت على الميزان تصوري 50 درهم شحال دير لك في النهار اللي وتجيبها 30 درهم وتجيبها شي مره عاجو السوايع ونمشيو بحالنا راه ما كنخلصوهاش من الموضوع جلسنا 20 يوم دابا بدون حقوق صح حنا ما الاخر حنا هذا القانون ما بغيناش هذا الميزان ما بغيناش متفقين ولا ما متفقينش حنايا ما بغيناش هذا الميزان وبغينا يعترف بينا ويدفع بينا بغينا يدفع بينا في الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه وكلش كون سوانا من ناس اخرين هذه الشركه بوحدها اللي في طنجه خصوصا في طنجه هي اللي ضايعه الناس ديالها ضايعين الناس ديال السيرفيس داخل عامل لهم الثمن والكامل حنايا عاملينها بحال حماد ضرب وزيد وعملوا حتى البريم كل وحده شحال عندها كاينه اللي ماشيه من المرسى بعدا كاينين الناس اللي داخله بعقد ازدياد كاينين الناس اللي داخلين بعقد ازدياد يعني ضاربه 30 31 عاود 80 المعمل هذا ما شاف ما بغينا احنا من الاخر ما بغيناش احنا هذا القانون هذا كاين مرا ضربت 30 سنه كاين اللي حتى هنايا 20 عام كاين اللي عنده 30 عام كيقولوا حنا شحال عندها كاين اللي كيديكلاري بها كاين اللي ما كيديكلاريش بها كيقول لك 106 حنا بين غنجيبوا 106 كيخدمنا يومين حنا شاري الصوت هذه يومين حنا كنغوتوا الله ما هذا منكر وشكرا السلام عليكم حنا اليوم كنحتاجوا هنايا على وديت الميزان حنايا كنا كنخدموا شحال هادي بلا ميزان
كنهزو السلعه كنمشيو كنخدمو عا بلا ميزان وكندوزو ثلاثه السوايع باش نخدمو كيلو ما كيكونش شي كامل. مره كنوزنو 700 مره 800 مره 900 مره كل مره شنو كنوزنو ما كان نربحوش الوقت. ملي كنمشيو للميزان كنقيلو ساعه ما كان خاصك في الميزان عاد باش توزن. وملي كنقول لهم وزنوا لنا دغيا باش نمشيو نربحو الوقت ديالنا كيقولوا لنا بشويه علينا حنا ما خدامينش معاكم. وملي كنمشيو للبانيو نفس المشكل كذلك والسلعه كتقطع كيقول لك علاش كتقطعوا السلعه وحنا كيجيبوا لنا سلعه بارده ما فيها ما يتخدم خصك تصبر عليها 5 دقائق 6 دقائق عاد باش تخدمها. ايوا باش يجريو على العمال الناس القدامين مساكن والناس الكبارين كاينين مساكن هنايا بزز باش كتقشر عاد 300 خص تدوز فيها ساعه المكانه عاد باش تقشرها. وعساك عاوتاني ملي كنمشيو نجلسوا الشوليات باردين وحنا عندنا البرد من الفوق والبرد في الارض البروده كنلبسوا 10 سراول 10 تريكوات عاد باش نكونوا قادين باش نخدموا وكنخدموا بلا وانطيس كنخدموا بلا وانطيس يعني ليدين ديالنا كيتهراو لنا الضفري ما كيبقاوش عندنا ما كيمشيو للدار ما كنقدروش نعملوا الماكله حتى لولادنا باش ياكلوا ما كنقدروش نعملوها فهمتي يعني. وهذا الشيء هذا قال لك خصو يزيد الميزان يعطينا الحقوق ديالنا يدير لنا الثمن الدوله ويعطي الثمن عام 17 دراهم كيتدي كتبقى 16 دراهم و50 ولا عندك في الكارطه عندك 16 دراهم و50 وعندنا في الكارطه ها هي 20 درهم خصنا باش غنخدموا وهو ما كيعطيها لناش ما كيعطيناش 20 درهم الصراحه عامل لك 20 فهمتي هذا الشيء اللي كانوا. السلام عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.